طيب بكره ان شاء الله. انا اللحظه دي دايما بتبقى صعبه عليا جدا جدا. محمد عبد الوهاب الله يرحمه ما كانش بالنسبه لي اخ او صديق او لاعب كره قدم زميل، هو كان اصغر مني بكتير، ولكن محمد كنت بحس ان هو ابني الصغير، كنت بحس ان هو ابني. كان دايما من كتر ما هو قد ايه محترم محمد عبد الوهاب، قد ايه من كتر ما كان محترم محمد، ما كانش يقول لي يا اسلام، فكان يجي يقول لي يا كابتن يا كابتن، قلت له يا ابني انا ما يعني الله يرحمه كنت اقول له يعني ما تقعدش تقول لي يا كابتن يا كابتن، ما تكبرنيش يعني في السن. عارفين حضراتكم انا عندي ابني الكبير اسمه بدر، فكان يقول لي ايه يا ابو بدر، من كتر ما هو بيخجل من ان هو يتكلم مع شخص اكبر منه لازم يقول يا كابتن. هو ده محمد عبد الوهاب، دايما الحاجه الحلوه معرفش اقولها لكم ازاي، ولكن دايما الحاجه الحلوه الله يرحمه محمد عبد الوهاب، يعني توفاه الله جنبي، يعني كان جنبي في التمرين، كانت الساعه كنا بنتمرن الصبح وكانت تمرينه عاديه عاديه خالص، ف كان اقرب واحد ليه اعتقد امير عبد الحميد، كان واقف جون وفجاه لقينا محمد وقع، كنا بنلعب تقسيمه فجاه لقينا الله يرحمه وقع، فكالعاده وهزار يا عم قوم بقى انت لسه صغير انت قايم بدري بتاع، فجاه كلنا رحنا جرينا، امير اول واحد تقريبا راح له، بعد كده رحت وبقيه اللاعبين ووائل وناس كتيره جدا راحت له، انتهى عمره قدره نصيبه ربنا مقدر له ان هو يتوفى الله في هذا الوقت او في هذا التوقيت. الحقيقه يمكن انا من الناس اللي ما بتحبش تتكلم كتير عن محمد عبد الوهاب، لانه زي ما قلت لحضراتكم كده انا حسيت ان انا فقدت واحد من اولادي فعلا، مش عارف اجيبها لكم ازاي، انا ما كنتش كبير قوي وهو ما كانش صغير قوي عني، لكن 6 7 سنين بيني وبينه، ولكن كنت دايما بحس ان هو مش انا لوحدي، على فكره مش انا لوحدي، كل الناس اللي كانت موجوده كانت بتحس بهذا الشاب الرائع الله يرحمه محمد عبد الوهاب. كل جمهور نادي الاهلي بيحبه، كل اللاعبين بيحبوه، ما فيش حد قال عليه كلمه وحشه، قعدنا معاه سنة ولا سنتين عمرنا ما شفنا منه حاجة وحشة، حتى وهو ما بيلعبش كان بيقعد يشتكي لنا، كان في جاكوزي كده أو حاجة بننزل فيها في أوضة اللبس، فكان دايما يقعد جنبي كده ويقعد يحكي لي يقول لي أنا متضايق إن أنا ما بلعبش، كان جيلبرتو اللي بيلعب شوية في الوقت ده، فكان دايما يقعد جنبي يقول لي أنا ما عايز ألعب، عايز ألعب، لأن أنا عارف إن أنا لما هلعب مش هقعد. يعني الله يرحمه الله يرحمه، كان دايما مثال للشاب المحترم الخلوق، كل حاجة حلوة دايما كان اسمها محمد عبد الوهاب. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.